اللي ناقص 30 درجة كاملة هيدخل طب بشري، واللي ناقص 60 درجة يدخل تخصصات الطب، واللي ناقص أكتر من 120 درجة كاملة هيدخل كلية في أدبي. مفاجأة جديدة في نتيجة تنسيق الثانوية العامة لدخول الكليات والجامعات 2024. تعالوا نعرف الحكاية. البداية مع وزير التعليم العالي اللي أعلن عن الحدود الدنيا لتنسيق الثانوية العامة وجاءت كالتالي: الحد الأدنى للشعبة العلمية علوم بتنسيق الجامعات 2024 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48% فأكثر بعدد طلاب 23850 طالب وطالبة في المرحلة. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2024 الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.7% فأكثر بإجمالي 15355 طالب وطالبة. الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024 الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29% فأكثر بإجمالي 73995 طالب وطالبة. تعالوا مع بعض نعرف أبرز كليات المجموعة العلمية والأدبية 2024: طب المنصورة 390، هندسة بترول وتعدين السويس 390، طب القاهرة 387، طب قفر الشيخ 386، طب الفيوم 383.5، طب أسنان جنوب الوادي 383، طب أسنان القاهرة 381، طب أسنان اسكندرية 381، صيدلة سوهاج 380، علاج طبيعي بنها 379، علاج طبيعي القاهرة 378.5، صيدلة أسيوط 378، صيدلة طنطا 377.5، صيدلة اسكندرية 377، صيدلة القاهرة 377، هندسة القاهرة 376، هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5، صيدلة عين شمس 376.5، حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375، هندسة المنصورة 374، هندسة الزقازيق 372، طب بطريق المنصورة 371، حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5، علوم البترول والتعدين مطروح علوم 371.5، حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371، هندسة حلوان 367.5، أعلام القاهرة 354.5، أعلام المنوفية 345.5. طب يا ترى إيه هي خطوات التنسيق الفعلية على الموقع؟ بيحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعباته أو بالجامعات. يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج. يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته، فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاها. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالاً برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخبره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم. كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل رغبات 75 رغبة. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات وهذا متاح لك، فاعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قمت به. يمكنك أيضاً حفظ نسخة من رغباتك Save As على حسابك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.